البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. في هذا الفيديو غيكون فيديو خفيف، غنشارك معكم تركيب تاع الشفار تاع اكسيون. البنات هذا الشفار جبته معايا من فرنسا تاع اكسيون، راه دايرين 99 سنتيم يا هذيك، فيهم واحد الكولا ما نركبهمش بهاد الكولا اللي فيهم، هنركبوهم بهاد الكولا الكحلة، راه تلقاوها في المغرب سميتها اير بوندين كحلة سوبر بون. ها هي غنخلي لكم التصويره في الاخر تاع الفيديو. المهم كما شفتوا هما شفار تصابوا، واحد العين هذه العين اللي مليه تصابت، غنوريكم كيفاش الطريقه باش هتصايب العين اليسريه. رخاصة البنات، راه ديجا انا كنت دايره التركاب تاع الشفار في فرنسا مع واحد السيده فرنسيه، ركبتهم ليا وتيركبوا بالغلا، لان لا مان دوفغ اليد العامله تما غاليه. المهم نوريكم الطريقه كيفاش ركبتها ليا السيده. يا هذيك هانتم شوفوا الفرق، هاد العين اللي مليه تتحمق، وشوفوا هاد العين البنات، شوفوا. المهم ما دوهاش، انا ما دايره لا ماكياج لا حتى شي حاجه، ما دايره لا فون دو تان لا حتى شي حاجه. البنات ها هي الكولا اير بوندينغ غلو وشفار، الشفار فيهم ثلاثة أربعة. طريقة باش تدير السيدة تتمسح مزيان العين بالديماكيون، تيكون الوجه نقي. هي هذيك أنا غاسلة شعري، يعني ما هنغسل شعري على واحد الربع أيام باش يبقاو شادي ليا ربع أيام تلت سيمانة سميتو، تديرهم تحت تحت الشفار ماشي الفوق، تيدارو تحت. هي الطريقة باش تديرهم، تديرهم تحت حيت باش تبانو ديسكري، تبانو ناتوغال، تبانو طبيعيا ديسكري، تيدخلوا مع الشفار تاع سميتو تاع تاعنا ما تيبانوش باينين سميتو، ما تيطيحوش الشفار نهائيا، لان من تبدا الكولا تتحيد تحيدو غير بعدهم. انا ما طاحوش ليا، لان من كنت نغسل وجهي تنحاول نغسل وجهي وما تنسردهمش، تنمسح بلوغون، تنمسح بليلانجيت بلا ما تنقيسهم نهائيا، تتلصق وتتقلب هذاك تاع البانس تاع باش تنصيبو به الحجبان، وتتورك وتتدخل تتلصقهم فوالا. ما ضروني ما حتى شي حاجه، واخا عينيا تدمع، المهم دمعت ليا شي شويه تتخلي تنشف بشويه بشويه، تديرهم جاو ناتشوغال البنات. شوفوا الطريقه هانتي، تتحط الشفره هي هذيك وتطلع الشفار وتتلصقهم هي هذيك، وتتابوي تتورك شي شويه بعداك لو بانس ايبيلي باش يدخلوا. بغيتي ديري بزاف عمري، بغيتي ديري شي شويه ديري غير شي شويه. المهم انا ما درتش ثاني بزاف لان تنبغي شي شويه داكشي يكون ناتورال وما يكونش ثاني معيق بزاف. المهم استفدت منهم، استفدت منهم واحد الاسبوع ما طاحوا ليا كلهم. تغسل شعري، تغسل شعري ولا طاحوا ليا هانتو، راه سميتو تيبان الفرق، لان اصلا انا ما عنديش شعر بزاف، واحد الفرق كبير، وسورتو انني ما دايره لا ماكياج لا حتى شي حاجه، اون بليس ناضت ليا واحد الحبه تحت فوالا. هانتم شوفوا البنات راه بانو مزيانين، تنحاول نزوميك تنحاول نبين فوالا، تنحاول ولكن الفرق كبير ما بين سميتو. هانتوما العينين مصايبين، بانوا لي عندي الشفار فوالا، تيبانو عندي الشفار، قبل انا ناتورالمون ما عنديش البنات الشفار مزيان. تنتمنى ان هذا الفيديو يكون سميتو مفيد فوالا، شاركت معكم هاد الشيء. السيده تبقى تصايبهم بوحدها راسها، الله يفرحكم الله يسهل لكم والله يعطيكم الخير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. هما جاوني زوينين واستفدت منهم اسبوع البنات، كرو بيزو. هانتي باش نحافظ عليهم، طريقه باش تنمسح وجهي بالديماكيون، تنمسح وما تنقيسهمش البنات. هانتم هنايا راه باينين، باين وجهي مبدل، هانتم باينين الحجبان فيهم غزالين.